لقيتها يا صدفة، لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها؟ غلطة في العقد تثبت ان الراجل ده ما اتجوزكيش. ايوه الصدفة بتتلعب بيك لعبة كبيرة قوي، ونفسي اعرف اشمعنى انت بالذات اللي عمل معاكي كده، وانا مش هسكت ولا هسيبه غير لما افهم. لا ثانية واحدة بقى، اهدى عليا. لا ده الموضوع كده كبير كبير وانا لازم افهمه، مع ان خلاص عقلي شت، ما بقتش مستوعبة حاجة من اللي بيحصل لي. ولعلمك انا كنت ابتديت اشك شك يقين ان انت وعمك متفقين عليا. طبيعي يا صدفة، انا لو مكانك هعمل اكتر من كده. ما هو بصراحة كلام ما يخشش المخ. واحدة ابقى معجب بيها اروح البيت اخطبها، بعدها بيومين يطلع عمي متجوزها، انا عن نفسي هشك. انا بصراحة مش مصدق ان اللي حصل بينا ده اصلا صدفة. بقولك ايه، تشك ما تشكش مش موضوعي. انت تروح لعمك وتقب تختص يا طارق تحللي الموضوع ده. انا مالي باللي بينك وبينه؟ انت مدخليني وسطكوا ليه؟ يعني انا مصحى الاقي نفسي متجوزه؟ عارفه لو تصبري شويه هقول لك ايه اللعبه الشمال اللي عم عملها. يعني ما بحبش انطق كلمه عمي ده على لساني. وده وقته بذمتك؟ ده وقت اللي بتحبه ولا ما بتحبوش؟ ما تسميه اي حاجه، اي نيله سودا، زفت، طين، كلب البرك، اي نيله، المهم افهم اللي بيحصل. اتكلم. مش انت عيد ميلادك يوم 7 فبراير؟ انت عرفت منين؟ جرايه صدفه، وانا قلت لك قبل كده لما نسيت شنطتك في عربيتي طلعت البطاقه عشان اجيب عنوان البيت. شفت تاريخ ميلادك؟ خلاص في ايه؟ نسيت هو انا مخي دفتر؟ خلاص يا صدفة، انا كنت فاكراه تمام. انت خدت بالك ان انا برج الدلو؟ برج هوائي، ذكي بس صعب يقنعه. ده انت قاري بقى في البرج كويس. ما بقراش غيره. ممكن بقى نركن البرج على جنب وافهمك بقى القصة دي حصلت ازاي. كتب الكتاب كان بتاريخ 25 ديسمبر، يعني قبل عيد ميلادك بشهر ونص. الراجل النصاب ده بيقول ان انت ركبت عربيته ورحت السيدة للمأذون يوم عيد ميلادك. ازاي كتب الكتاب بتاريخ قديم؟ وانا ازاي ما اخدش بالي من حاجة زي دي؟ ازاي يعني؟ ما العقد كان في ايدي، ده انا حتى مدرسة تاريخ. ازاي تفوتني دي؟ انا بقى خدت بالي، مع ان العقد كان في ايديك يا؟ ولما انت خدت بالك قطمتني بالكلمتين اياهم ليا، وعرضت لي قفاك ومشيت. مش صدمه يا صدفه، صدمت من الكلام اللي قاله واتضايقت جدا لحد ما روحت وجمعت الخيوط وفكرت وهديت. وانا بقى ما هديتش ومش ههدى. مش ههدى. ممكن يكون الراجل ده متجوزني على الورق، انا مش هنكر ان على الورق ده امضتي وبصمتي، لكن فسيولوجيا لا يا حبيبي ما تجوزنيش. الجوازه دي في كل الاحوال باطله عشان تمت من غير رضاكي. من غير رضايا ايه؟ ده انا كنت مسلوبة الارادة، كنت مغيبة كده بترنح. وبعدين موضوع التاريخ ده محتاج تفسير. الجوازة كلها يا صدفة محتاجة تفسير. في حاجة غلط. انا هجيب المحامي النهاردة ونجيلك البيت نقعد نفكر في القصة دي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.